مساء الخير عليكم يا صبايا، مساء الخير عليكم يا شباب، وحشتونا جدا. أرجو إن تعرفوا حجم احتياجنا إن احنا نسافر الولاد دول فورا. عارفة إني بقيت مملة، وعارفة إن أنا بكرر نفسي، وعارفة إن مفيش برنامج طول النهار يقعد يتكلم على كده وخلاص، بس احنا بجد بنحاول ننقذ حياة 27 طفل من الموت، مش بنحاول نعالج، احنا بنحاول ننقذ حياة 27 طفل من الموت. انتوا اتضايقتوا قوي لما شفتوا ولد سوري غرقان او ميت. طب احنا عندنا 27 طفل مصري بيموتوا، 27 طفل مصري بيموتوا. من فضلكم ارقام الحساب لو سمحتوا، من فضلكم، انا مش طالبة مبالغ. 5 جنيه بتشتري بيه اي حاجه. علبه السجاير ب 12 جنيه. بكام علبه السجاير؟ علبه السجاير بكام؟ ب 20 جنيه، 25 جنيه. لا مش كلها اكيد ب 25 جنيه، اكيد في ارخص. يعني الكليوباترا والحاجات دي ب 24 25. معلش انت، المهم يعني ان بتشتروا حاجات كتير قوي 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 بفلوس كتير. انا عايزه 5 جنيه بس لو سمحتوا، لو سمحتوا عايزه 5 جنيه مش اكتر. النهارده الحقيقه في مواضيع كتير قوي عايزه اتكلم فيها، ولكن في موضوع حساس جدا 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 نفسي افتحه ونفسي اتناقش معاكم فيه، وهستنى طبعا تليفوناتكم، وهو موضوع الاجهاض. الإجهاض من الحاجات المؤلمة جدا جدا جدا، خصوصا إنه لما ما يجيش من عند ربنا، يعني لما الواحد يعمله بنفسه، هو اللي يروح يجهد نفسه. وللأسف الشديد إن في ناس كتير قوي ما بتخلفش، وفي ناس كتير جدا محرومة من كلمة ماما، وفي ناس كتير جدا بتبقى يعني زي ما يقولوا كده بالبلدي بتتنشق على عيل، وناس تانية تحمل وربنا يديها وتروح تنزل البيبي. بيبقى لكذا سبب، يا اما بيبقى استغفر الله العظيم جه في الحرام فبتضطر انها تروح تنزله عشان ما تتفضحش، او ان بيقولوا مش عايزين اكتر عشان ما فيش فلوس، او اتنين مثلا بينفصلوا او بيتطلقوا فبيختاروا ان هما ما يجيبوش عيال. وانا يعني انا بحط دايما العاتق في الموضوع ده على الراجل، لان الست حتى لو يعني خايفة من مسؤولية أو شايفة أنها مثلا مش قد الحكاية أو مش عايزة تجيب عيال كتير، الراجل لازم يشجعها أنها ما ينفعش تنزل البيبي. أنا متهيألي أنها من أكتر الحاجات المؤلمة اللي ممكن الواحد يعملها. ولما يبقى عندك عيال ويكبروا قدامك وتبص لهم كده وتقول انا موت حد زيهم، انا يعني انا كان المفروض هيبقى عندي بيبي زي ده وانا موته. في ناس تقولك لا ما هو لو قبل 40 يوم ما دبش فيه الروح ما فيهاش حاجه. سالت شيوخ كتير قوي، ما فيش حاجه اسمها كده. يعني في عن الانترنت وشيوخ كتير جدا تيجي تقولك قبل 40 يوم ماشي، لكن لا، يعني دار الافتاء وكل الشيوخ الكبار يقولوا اذا كان هناك
خطر بالغ عن صحة الأم، هي دي الحاجة الوحيدة اللي مباح فيها الإجهاض. المصيبة السوداء الأكبر إن إحنا ما عندناش مستشفيات بتعمل إجهاض، يعني مش مسموح الإجهاض في مصر. فبتعمل إيه اللي عايزة تجهض دي؟ بتروح عيادات تحت السلم وتعمل الإجهاض ده. غير إن موضوع الإجهاض أليم ومقرف وفي نوع من الإجرام الحقيقة، وأي حد عمل كده تحت ضغط أو تحت ظروف إن شاء الله ربنا يغفر له ويسامحه. وأي أم بتعمل كده على فكرة حتى لو مضغوط عليها أو وقع تحت ظروف صعبة جدا، بتفضل طول عمرها تعبانة من الموضوع ده لإحساسها إنها موتت حتة منها. وبيبقى إحساس الست غير الراجل، لأن الست هي اللي بينمو جواها الطفل مش الراجل. العيادات اللي تحت السلم دي بتموت، يعني انك تروح تعمل عملية وتتخدر بنج كلي في عيادة ده خطر جدا جدا. ازاي العيادات دي ما عليهاش رقابة؟ ازاي احنا عرفنا هي فين وانتوا ما عرفتوش؟ احنا عملنا ايه بقى؟ احنا عملنا تمثيلية كده ورحنا لدكتور، انا مش مسميها دكتورة، مسميها مجرم تحت السلم كده، ورحنا مثلنا عليه ان احنا معانا بنت عايزة يتعمل لها عملية اجهاض، بنت صغيرة غلطت وعايزة تعمل عملية اجهاض. طبعا الحلقة دي بلس 18 احمد حسين وكل بقى الاطفال والناس الجمال اللذاذ حبايبي يدخلوا يناموا، لان انا ابتديت احس ان انا برنامج اطفال شويه، لان انا اكتشفت ان عندي جمهور رهيب من الاطفال. فعشان خاطري انا، لو بتحبوني تدخلوا دلوقتي تناموا او تلعبوا او تعملوا اي حاجه، عشان احنا هنتكلم كلام كبار دلوقتي. ولازم بعد اللي هنشوفه هنسمعه ده هذه الظاهره تقف تماما، ويكون هناك رقابه على العيادات، لان هي مش بس على موضوع الاجهاض وصعوبته، كمان فكره ان يعني خطر جدا 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 ان بنت تسلم نفسها لحد وتتخدر. انت بتعرفيش ممكن يعمل فيكي ايه. انا مش هعمل قاضي واقول ازاي والبنات تعمل كده ازاي وما يصحش وما ينفعش وحاجات كده، لان انا مش هعمل قاضي، وانا عارفه ان انا عارف وانا عارفه ان الناس يعني هنتكلم، بس احنا عندنا مشكله في الاضاءه، هنتكلم في موضوع البنات ده باستفاضه، وازاي بيغلطوا وازاي بيضحك عليهم باسم الحب، وازاي بقت ظاهره عندنا صعبه جدا جدا جدا، ولعدم وعيهم ممكن قوي يحملوا. تعالوا نروح نشوف المسلسل اللي عملناه على الدكتور المجرم ده ونشوف قال لنا ايه وبيحصل ايه في هذه العيادات اللي كترت جدا جدا جدا. نشوف مع بعض. هي دي العيادة؟ لا العيادة مش تطلع من. طب هو في الدور اللي جاي يعني؟ لا لا لازم تطلع عشان ماشي شكرا.
السلام عليكم. خبط في مالي كده. انا نازل اجري عشان عارفه اني عامل ايه. هو احنا عندنا مشكلة صغيرة كده فعايزين يعني نشوف لها حل. طب هو على فكرة انت عشان تقولي لابو مش طب ماشي، طب ممكن نتكلم معاكي ماشي، طب ممكن نقعد نتكلم طب بس معاكي الأول نفهمك القصة ونفعل منك هنا بس يعني نفهم. ماشي ماشي، ما انا عارفة اللي في دماغكوا. اه ماشي تمام، عايز اعرف يعني في حاجة تانية كمان، هي بقالها 3 شهور. طب تعالي نقعد نتكلم بس عشان افهمك القصة ماشية ازاي، عشان الموضوع بس انا دخت يعني وتعبان فاهمة دلوقتي. بيشا ثلاث شهور تبقى قيصري. اه يعني لو هي في التالت الحد بسرعه. هي في التالت، هي بقى لها يعني مش في التالت، هي بقى لها 3 شهور لحد 3 شهور ما جاتلهاش البريود. تمام؟ ايوه دي ايوه. من انت جاي؟ تعالي. ايوه تعالى نروح. ممكن طب بس اذنك في حاجه معلش كمان ناسي. التكلفه هتبقى كام؟ ما هو الدكتور بقى. طب قولي لي بس احنا متوترين شويه بس معلش انا بس يعني ما تخافيش انا لا لا ما فيش قلق ولا حاجه ما فيش قلق يعني تمام ان شاء الله. لا ان شاء الله لا 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 ولا ماشي. يعني هو ماشي. طب تمام بصي3 شهور يا دكتور ما جالهاش البريود. اه بتاعت طب تجيبي نشوف. مش هجيبها بس انا هجيبها بس ايه خطوط العمليه والتكلفه يعني لو الكشف ينزل. تمام. وبعدين كلمه 3 شهور دي تختلف عن اول ال3 شهور من اخر ال3 شهور. تمام. بس طب قولي دكتور يعني هي في خطر عليها مثلا ان شاء الله مش حاجه بس تيجي نشوفها ما ينفعش كده في الهواء. هجيبها. ما تعرفش هي ما بتتحركش من كتر اه الفكره ان هي فانا يعني انا عايزه اجيبها مثلا لو في تحاليل لو في حاجه ممكن حتى تكتبها ممكن نعملها ولا كله. لا لازم اشوفها الاول، اول حاجه اعملها اشوفها. طب يعني حتى يعني طب انا عايزه افهم حتى الحاجه لو هي في ايا كان الشهر ممكن نخلص؟ اه ممكن ايا كان الشهر. لا طب ونعمل عمل الطريقه بتختلف. طب ايه بقى لغايه شهرين بيبقى تحت، بعد شهرين بيبقى فتحه بقى. طب دكتور معلش انا اسف عايزين عايزين يعني الموضوع ده نخلص منه وفي نفس الوقت نعمل لها عمليه يعني. انا هجيبها لحضرتك. تمام يعني قصه لو كبرت ما مش هينفع كلمك كده مش ماشي. انا هجيبها. هي في البيت. البيت في الهرم. انت جوالي النهارده بالليل هجيبها لحضرتك الساعه كام؟ الساعه
هيتهيألي على 7 على 8. طب استأذنك في حاجة معلش أخيرة يا دكتور، التكلفة هتبقى قد إيه؟ عشان حسب نشوف، عشان كده بقول لك هات، لأن تحت غير مفهوم. نعم. هي الموضوع مشكلة متهيألي. فيعني ما ينفعش خالص مثلا لو هو بعد التالت، ما ينفعش نتصرف حسب ما نشوف. ما هي لو سمعت دم مش يا ربي. انت فاهم؟ يا بنتي الواد دي مشكلة. طب اسمعي بس، دي مشكلة. المشكلة مش هتتحل من لما نشوفها. طب حلو، انا هجيبها لحضرتك النهارده بالليل. بس انا هستأذنك في حاجة معلش. عايز اعرف التكاليف عشان خاطر لما اجيبها. اصل انا هجيبها. لو من تحت مبلغ، من فوق مبلغ تاني خالص. ماشي يعني، ما هو انا قلت لحضرتك اهو، انا اللي جابني دلوقتي ان انا بقول لحضرتك ايه، بقى لها 3 شهور ما جالهاش البريود. تبقى 1500 من فوق 3 ب 3. طب والعمليه الترقيع من فوق كام؟ استنى، الترقيع ب 1500 يعني يا دكتور كده. وهبات يا دكتور هنا مثلا ولا هي مش هبات هتروح؟ لو قيصري هبات. طب بوس ايدك يا دكتور، مش هينفع، مش هينفع ان احنا نبين للنبي في بطنها كان في عمليه قيصري، مش هينفع. طب انا اعمل ايه؟ طب ما فيش حاجه مثلا اغلى بتجميل؟ بتجميل، تفرق التجميل. طب السعر ده بتاع التجميل بيزيد شويه من 3 ونص. متبقاش باين يا دكتور؟ دكتور يعني 5000 جنيه الموضوع يرجع تمام جدا ان شاء الله. طب انا هجيبها لحضرتك النهارده الساعه كام؟ الساعه 8. طب حضرتك مثلا يعني انا اجهز الفلوس النهارده ولا بكره؟ لا انت النهارده نشوفها، بس هات الكشف النهارده. تمام، الكشف النهارده والعمليه. انا الفلوس موجوده يا دكتور، انا الموضوع ده يا دكتور اصلي تعبني، عامل لي مشكله. انت ما تجيبها ان شاء الله ترتاح نفسيا. خلاص انا هجيبها لحضرتك النهارده الساعه 7 ان شاء الله. ماشي تمام؟ 8. ماشي. ولو كده حضرتك هنعمل النهارده واجيب الفلوس النهارده برضو معايا؟ هشوفها النهارده. ولا هشوفها النهارده، هات فلوس. اجيب لحضرتك عربون 1000 جنيه طيب؟ مثلا. ماشي، وحضرتك هتبقى محدد العمليه ان شاء الله النهارده، هنتفق يعني ان شاء الله. ماشي يا دكتور. خلاص. ماشي يا دكتور. شكرا يا دكتور، انا اسف. السلام عليكم. فرصه عايز. شكرا يا دكتور. طب في حضرتك رقم ولا حاجه اكلم حضرتك قبل ما اجي؟ ان شاء الله. ان شاء الله. يعني انت لو بتاخد علاج لحاجه؟ هي لا لا ما بتاخدش علاج لحاجه. لا لا لا. طيب يعني. ماشي يا دكتور، شكرا جدا. السلام عليكم. حضرتك في حاجة كده؟ محمود محمد. نور احمد محمود محمد. لا انا اختي. هي مش الكلام مش عليها. معلش. 21 سنة. اسمها نور احمد؟ لا انا نور احمد. ايه انت بتعرفش اللي عرفتها؟ هيش يا دكتور، بس عندنا بس انا لسه متفاجئين بالموضوع. مش عارفين نعمل ايه. احنا رحنا مركز دكتور شيماء. في واحدة هناك اسمها شيماء قالت لنا ان نيجي لحضرتك على اساس ان حضرتك تساعدنا. احنا لسه عارفين الموضوع كده. هي ما كانتش ايه مثلا؟ هي بتقول ان بقى لها ثلاث شهور داخل في التالت ما دخلش في التالت. ربنا يستر بقى، ما يكونش اكتر من كده ان شاء الله. طيب بصي، في جواب اهو تكتبه مهما الاشعه دي والتحليل ده. تمام. و لا تكلميني انا عايزه اعرف ايه. ما يردش عليك الا لما يعرف الحمله قد ايه. انت شايف؟ ما يا دكتور انا عايز عشان ابقى عارف حضرتك. ماشي تمام. لو كذا ولو كذا يبقى كذا. طب يا دكتور كذا يعني ما ينفعش. لا مش قصدي، انا قصدي عشان خاطر بس حضرتك يا دكتور ابقى مجهز الفلوس. اكتر من ثلاث شهور مثلا زي ما حضرتك بتقول كده هيبقى. لا دي معلش يا حبيبتي، معلش مش هقدر. انا
بسأل بس ان يعني الدنيا فيها ايه؟ اوريك شوفي السونار هيقول لك كام اسبوع ما تعملي السونار ده؟ قولي له كام اسبوع؟ بيقول لك مثلا 5 7 10 بلغيني وانا بناء عليها بلغك الدكتور قال لك. يعني ايه بقى السونار هيتعمل باسمي؟ اختي نهال. ولا نكتبه باسم حد تاني متجوز؟ يا ريت اكتبه مثلا باسمي. انت متجوزه؟ يبقى نور احمد. نور احمد. نور احمد جبتي جميل قال لي اسم خلاص انا بيدققوا هذا نور. مش هقول نور احمد. احمد ايه؟ نور احمد خليل. دكتور انا اسف معلش ان انا بس انا عشان بس عايز اعرف حضرتك انا هبقى احضر مثلا كام على اساس ان انا بسمع اصلا لما اشوف الاشعه. ماشي حضرتك انا على الاشعه هكلمك. طيب انا ما اقدرش اقول لو كذا يبقى كذا. طب لو كذا ايا كان هعمل اشعه امتى؟ طيب ايا كان الموجه هتعمل ده. ايا كان الموجه. انا بص حبيبي لو صغير انت هتنزلي في الفلوس ما تقلقيش، لكن لو كبير دي اولا شغل تاني ومخافي تاني وقرب ايه ربنا يعني يبعدك عن السكه دي يا رب ما يكونش أربعة الحوارات العبيطة دي. ليه بقى؟ ليه هو في خطر علينا طيب؟ لا البيت ينفع البيت؟ هنا؟ بيت معايا بيت وشغل احنا ما بنبيتش اصلا. هضطر اوديكي بقى مكان تاني في بيات مستشفى او كده؟ ان شاء الله. وليه بقى بتكركبي الدنيا؟ ما نشوف الاول السونار يا ماما. ماشي ان شاء الله، بس هي طبعا ما دام ما قالتش من الاول فيبقى انا ماشي. طب حضرتك يا دكتور انا بس عشان عندي مشاكل يا دكتور معلش انا اسف. هو حضرتك دلوقتي ده هريحك خالص بس اما اشوف الدنيا. طب انا هعمل ده امتى؟ اعمل السنة دلوقتي تعمله بكره. طب في المكان فين؟ طب اروح انتوا مين؟ عارفه شارع زغلول؟ تعرفي نصر الدين؟ نصر الدين في هرم هنا. ايوه عارف. هو ده ماشي يا دكتور حاضر. لا لا يا ماما انا صدقيني تعبانه اهو. اوريته اقسم بالله الورقه لسه كاتبها لي برضه اعمل سونار وتحاليل. اعمل الموضوع هنا لو هي يا رب. قولي ان شاء الله يا رب. انت بس حبيبه قلبي اعمليه وكلميني بكره قولي لي قال لي قد كده. كلميني تقولي لي قال لي كام اسبوع. تمام. والعنوان ماشي تمام. مش فاكره اصلا اخر مره كده. هو دكتور اللي قالته اخر حاجه من بالظبط من 3 شهور ما جاتش. بالظبط من 3 شهور ما جاتش. نمره 1 تحليل بول، نمره 2 تحليل دم. ماشي حاضر. ماشي حاضر. انت حصل حمله قبل كده؟ انا عندي مرتين. ولاده؟ ولاده. بنعمل الار اتش بتاع والهيموجلوبين. ماشي حاضر. والسونار بتاع الحمل، متابعه حمل. مش هنقول بقى هنعمل عملية. لا احنا بنعمل متابعة. احنا بنعمل متابعة حمل. ماشي حاضر. ايه لا 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 طبعا. بتروح بهدوم واسعة. حاضر. ما تروحش بنطلون محزق او تبقى واحدة حامل ازاي يعني؟ حاضر. مش عارف ايه. انا فاهمك بس يعني طمني يا دكتور بس هو ايا كان يعني اعملي حمل احنا هنعمل كل مشكلة وعلى قد حجمها. على قد حجمها. الحمل. ماشي حاضر يا دكتور. يا رب يكون 3 شهور زي ما يا رب. معلش انا اسف يا دكتور انا اسف جدا. شكرا يا دكتور. السلام عليكم. السلام عليكم. هجاوبك على كل الاسئله بس لما اشوف ال خلاص انا هعمل لحضرتك التحليل واجيبه لحضرتك على طول بكره ان شاء الله. بكره قبل ما تيجي تكلمني بكره مش موجودين. طيب ماشي. شكرا يا دكتور. تعالي انا فهمت. لو هقدر اشتغلها بقى. طب قولي لي انا مش هديك انت على كده لو مش هديك هنا هنشتغل لو حاجتها ما تمشي. طب قولي يا رب تشتغل ان شاء الله باذن الله. انا هحط الاسوء عشان خاطر نبقى انا هو مين هيفضل لكم. طب قولي لي هو هتبات برضه هتبات في المستشفى ايه؟ لا هتروح في المكان تاني بس
يا رب طب ان شاء الله الله. يريح قلبي بقى ودودي الفلوس. بس هي لحد شهرين بدون حاجة 2000 ونص. 2000 ونص ماشي انا عرفت ده. لا لو 3 شهور بقى حاجة بقى يعني 3 3 ونص يعني بكتير قوي بقى. الموضوع ده لو 4 ونص حد بكتير قوي. يعني ده لو يكون اللي هي قالت القصة مش بشخصية. انا بس مش قصدي قصه فلوس، انا قصدي بس عشان اظبط حالي عشان ما اجيش الاقي نفسي الدكتور عايز فلوس والدنيا عايز فلوس. لا مش لا 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 احنا هنقول لك على الدنيا فيها ايه. خلاص ماشي انت بس بلغيني كم اسبوع وانا اقول لك القصه. قصه ايه بالظبط؟ او الدكتور في يعني بعدها بشهر العملية بشهر. تاكلها 6 ونص. طب هي هو يا دكتور المفروض ده ما فيهاش أي مشاكل. أنا نازلة معاكم يا ريت. ما فيهاش مشاكل بعد كده؟ ولا الهوا ولا بيبين ولا اي حاجه ولا اي حل. بص يا حبيبي شايفين احنا نخلص من المصيبه دي والتانيه بعد شهر 2 3 لما نجمع حلولنا مش بعد. نخلي بالنا بس وخلاص. ماشي ماشي شوفي لي بس دي اعمل ده واكلمك واخليها اكلمك بكره. ماشي كام اسبوع؟ ماشي قال لي شكرا. انا بقى لا حبيبي قال لي 5 10 قال لي اي دي كانت رقم جديد تبقى. ماشي 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 ربنا يكرمك ربنا يخليك. مشكلة كده يعني هو عارف هو عارف ده هو احنا مكلمينه على التليفون يقولي له عيب. بس لو هو يعني هي دلوقتي يا دكتور بقالها 3 شهور ما جاتلهاش البريد. تمام ما هي عشان عندها امتحانات وكده وخايفه روح معايا ممكن دور تاني من تحت يعني كده. انا بقى عشان كده قال لي بس كمان يا دكتور العياده زباله العياده نفسها معفنه. احنا بنحسب الاسابيع ركزي معايا بنحسب الاسابيع. في حاجه اسمها عمليات كحك وشعر دي ما بتكون اقل من 3 شهور. كده نعمل كحك وتنظيف وشعر الجنين غير 3 اشهر دي بتعمل 5 دقايق وتروح. خلاص بعد 3 اشهر في كلام من الاثنين. الناس تقول لك اعمل قيصريه على طول واشتري دماغك فتح بطنك ما ينفعش زي الجوك. هي بس يا دكتور عشان متوترة هي من كلامي انا هغيره. هي متوترة بس الناس بيقولوا كده فاسألي عليها عشان تسمعي الناس وركزي قوي في كلام كل كلمة غلط. فيقول لك بعد 3 اشهر اشتري دماغك واعمل قيصرية عشان خطر على العيادة لو عاوز تنزله من تحت. تمام طيب ماشي ده كلام ناس. القيصرية دي اللي من جوه دي ولدناها وطلعنا فتحة البطن طلعنا دي القيصرية هيبقى حاجتين العلامة في البطن مهما تعملها ليزر
يبقى المعمل ممكن الناس بيقولوا ان دي عامله كيس على مبيع في الدهن. طيب لو هي بقى 3 شهور دي يعني 13 اسبوع مش 12، لو هي كانت 13 اسبوع يعني الغد الرابع انا اقدر اعملها. هي بنت مقفوله؟ لا يا دكتور هي ممكن اعملها بطريقه معينه. بحقن ابره حاجه اسمها مشتقات البروستاجلاندين زي اللي قرات الدكتوره في الزيتيك والكافيت والمشتقات اللي طبعا بحقنها في بيت الكل طبعا في ايه عندي كده فيبتدي الرحم ينقبض. ده انا سمعت عنه بس يعني في العياده اللي فاتت اتقال لي ان هيحط بعد كلينك الكلام ده ممكن. لا 13 16 سمعت كده يقول انا بقول ده قران انسي انك تروح لحد غيري يعني انسي يعني من الرحاب السعوديه كنت تلاقي كده يعني كويس انا لغايه 16 هعمل لها دي وتمشي خلال يعني تجيلي مثلا في 4 6 كنت اوكي بعد ال 16 من 16 ل 17 فيها كلام صعب الاول اللي هو بتاع ادي مثلا اشوفها بعيد من ال 17 بقى طالع انت ان حد يقعد يولد فيها ان ممكن يقعد يوم واثنين وثلاثه يقعد يولد فيها يبقى تبقى. طب دكتور هو لو قيصرية دكتور ينفع يعني نعمل لها تجميل على بطنها مثلا من بنت؟ مهما كان تجميل بقى فيه خطر بيضة ولا صعبة؟ لا هي بيضة. لا 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 مش لا بس بطنها بيضة بطنها. لا يا دكتور بيضة دكتور من جوه بطنها يعني انا مش عارف هو نفس اصل حضرتك جسم الواحد من بره غير لما بيبقى من جوه بتبقى خط رفيع ايوه لا هنا 4 خط تمام ونديها شهاده انه يعمل كيس تمام 4 سنتي عادي فعلا؟ انا سمعت عن حضرتك بس انا هو دكتور بصراحه يعني ما انا معرفش انا 3 شهور بقى لها ما جاتلهاش البريود بقى لها 3 شهور 3 طب انا هقول لحضرتك هو الموضوع ده دقيقه محسوب عليها هو هيسأل عن حاجة وأنا أسأل عن حاجة أهم، هو هيسأل على مبلغ العملية. أنا عايزة أعرف حضرتك بتعملها هنا؟ أنا كنت عايزة مستشفى. يعني أنا خايفة من يعني كان حضرتك بصراحة بنسمع إن في مثلا بين دي مستشفى. بس هو خش وتعمل جوه هو ضمنه بس هو الدكتور الدكتور باين ان هو نظيف كده يعني انا عايز اطمن ممكن بس تهدي عشان انت متوتره اهدي اهدي يعني انا بسمع طبعا حضرتك موضوع البنج موضوع البنج ده في دكتور تخدير بيجي ماجستير وزماله انا عملت عمليه ذات البنج دول اثنين ممرضات دول رؤساء اقسام حكيمات الاثنين دول خلت امها في مستشفى اللي بين بنتهم العمليه وعملتها لها وخرجت من المرض تمام انا دخلت كده عملت حاجه جديده في ولاده بعملها في 12 ايام بس طبعا عشان انا براحتي عملتها لها حاجه 20 دقيقه على مهلي تمام فانت تكلمي في حاجه تافهه جدا تمام عاوز ابينك ان الموضوع تافه قوي الدكتور اللي عمل عملية شاب العيلة تموت ولادة في دماغه ونط من التلج ايوه هو ده اللي انا بكلم حضرتك فيه مش الكلام ده ممكن يكون ده بيحصل مع ناس اتجاه واحد يعني خلاص يا فندم انا ما عملتش في ناس طبعا مبتدئ لسه ما يعرفش بقى انا حاسس بالاسابيع امتى ده هعمل ايه وامتى ده هعمل ده بيدخل هو عايز فلوس وخلاص بالظبط. طب حضرتك هو المبلغ هيبقى قد ايه؟ طب ممكن تبقى صغيره نص طيب تمام انا الصبح عايز اسال على حاجه اخبري لا لازم هنجيبها مفيش الكلام ده عايز ممكن تصبري بعد اذنك يا نور لو سمحتي بعد اذنك يا دكتور لو سمحتي محتاج بس اسالك في حاجه الفلوس كام عشان انا بعمل حسابي الفلوس كام انا بقول لحضرتك هي قعدت 3 شهور لا
طيب الوقت كده ممكن تبقى ما هو الثلاث شهور دول يعني اصل انا انا عشان هو اللي هيدفع في فرق في حاجه 1500 جنيه وفي فرق في 5000 جنيه. طب يا دكتور ما عايز اقول لحضرتك على حاجه ممكن معلش طب بس تفهمني خمسه بالظبط ما بينقصوش لو قعدت 16 اسبوع. طب انا هقول لحضرتك على حاجه معلش المبلغ تقريبا كام عشان انا لما اجي ابقى عامل حسابي يعني يا دكتور هو حضرتك هتستنى على الفلوس عليا؟ اكيد لا هتقول لي انا عايز الفلوس دلوقتي فانا عايز اعرف المبلغ بس عايز اعرف المبلغ عشان انا هجهزه لحضرتك. عدد اسابيع الحمل ما تقوليش ده مفيش حاجه اسمها مش واضحه يعني آه. ما تجيب 5000 جنيه مش لا هو جايزه مني 5000 جنيه ما اعرفش اتحسب الصناعه اعمل لي صور وكلمني في التليفون دلوقتي تمام ماشي يعني انا كام اسبوع قبل كام ويك انا غالبا خمسه هيبقوا موجودين غالبا ده اسوء الظروف. سؤال بقى بعد ما حضرتك بعد ما يحصل ان شاء الله احنا ممكن بعد يعني عندنا 40 بقى او 14 مش المشكله دي ويبقى كل شيء تمام. ايه ده بترجع تمام يا دكتور؟ دكتور اللي هم كانوا قاعدين بره بيتهم خرجت في كروميك في جرين في ليزر في ايه ده ايه ده؟ اقصى حاجه هي دايما ولا مؤقتا؟ لا دايما دايما خليها دلوقتي عشان ما تسمعوش ارقام وتتخرج. لا ما هو انا يعني هو لازم يسمع الارقام. يسمع الارقام. في 2000 ونص في 3 ونص 3 ونص دي تبقى تحط رجل عليك وتروح فرحها كده تنطط تلعب بيك. تمام ربنا يطمن قلبك يا دكتور. يعني انا متشكره لذوقك ولوقتك ولا ايه؟ انت بس هو مش كافي وقت. طب انا اجي امتى يا دكتور؟ اجي امتى؟ انت عامل سونار النهارده، انت عامل سونار بره في اي حته اعمل سونار؟ انا ساكن في الهرم. في الهرم اكيد عندك بلاش غالية وبتاع. اي دكتور بتاع الأشعة؟ على فكرة أنا العيادة إن أنا قطع عليكي اه قالوا لي أي عيادة؟ طب مش ده مرض دفع؟ اه هو حضرتك عندك سونار؟ اه طب أنا أجيبها حضرتك النهاردة الساعة 7 بالليل؟ لا تسمع سماحتك بالله تسمع سماح؟ اللي هي ممرضة أه طيب يا سماح سماح فين سماح؟ طيب بصي الجماعه دول لا هيجي واحده لازم تعمل لها سونار الساعه 7 لان انا مش عارفه كام اسبوع عشان اجيبها السبت هنعمل الكتروتومي هنعملها من تحت يعني هنعملها توليد عايزين نلحق قوي اصعبنا والاصعبنا السبت احنا اللي هتسمع مين هيسمع من زمان انا تمام كفايه هنزق حضرتك يعني دكتور انا اسف تعبت معاك تعبت انا معاك والله اسف بس والله عشان خاطر عندنا توتر بس ماشي يا دكتور العيال هتظبط العيال هتظبط بياض وشويه ديكورات تخلي الدنيا تبقى زي الفل لكن ايه الاله اللي بستعملها كله تظبطها بيترمي ما بعملش حاله مثلا مكان حاله ماشي يا دكتور قصدي ايه؟ السلام عليكم خدني نمره سماح اه ربنا يكون سماح ماشي خد اه ماشي شكرا يا دكتور. طب هو تمام يعني الدنيا هنا تمام امان اصل انا رحت شفت مستشفيتين قلبي كان في الارض قلبي كان في الارض عارفه نظام نظام كنبه حاطين عليها مرتبه وناس بتقعد عليها دكتور قال لي ادخلي شوفي لنفسك. انا عايزه اقول لك يعني احنا هنا الحمد لله وبعدين سمعت مكان طبعا هو ده دكتور يعني مش هبقى مقتنعه يعني احنا كمان وزي ما جهاز وناس كتير زي الشفاطه كده شويه معلش معلش لا معلش ما ينفعش معلش تمام ماشي كل حاجتنا انتوا بتبقوا موجودين اه ليها هي وبتنفع تترمي زي الشفاطه كده لو الحمل صغير بصي يا لو الحمل اتغير دوا بتنزل له حاجه زي شفاط كده وشوط الكيس ويرجع نطلعها من الكيس نلاقيها وبعدين تدلعي ما بنعملش حاجه مطرح حد وبعدين تعقيم والاتنا معروف في الدنيا هنا فيها ايه ان شاء الله ان شاء الله خير. Thank you.
أنا على الهواء مباشرة بقدم بلاغ لوزارة الداخلية، وبقدم بلاغ للنائب العام في كل الدكاترة اللي ظهروا على شاشة صبايا الخير النهاردة، وأنا كنت قادرة على أني أطلعهم بوشهم، مخبيش وشهم، وهم طبعا يعلموا تماما دلوقتي هم مين وعيادتهم فين، والناس اللي بتشتغل معهم دول برضو أكيد شافوا نفسهم دلوقتي وعرفوا هم مين. الناس دي دكاترة ومقيدين أكيد بنقابة الأطباء، وبيزاولوا عملهم كل يوم ومجرمين ولازم يتحاسبوا. وإذا كان إحنا عاملين هليلة جامدة جدا على حد خد رشوة عشان أرض ولا عشان مش عارفة إيه ولا عشان إيه، طب يا جماعة بالنسبة للناس اللي بتشجع بناتنا على الرذيلة، بتشجع بناتنا على الرذيلة، بالنسبة للناس اللي بتقول إنها أطباء وهم تجار ومجرمين، اللي بيقول له أصلها عدت حمل 3 شهور قال له خلاص يبقى 5 مش 1500، يعني كل ما البيبي يبقى كبير وكل ما الروح اللي هيقتلها تبقى أكبر يزود في الفلوس. متهيألي إن لما ناس قبل كده طلع لها فيديو على الإنترنت بتعمل حاجات غلط اتسجنت في 3 دقايق، في 3 دقايق كانت في السجن عشان ظهر فيديو وهي بتعمل ولا وهي بتساوي. طب بالنسبة لدكاترة بيتقال عليهم أطباء المفروض إن هم موجودين في مكانهم عشان يعالجوا الناس وبيقوموا بالعمل القذر ده، هتعملوا معاهم إيه؟ نقابة الأطباء برضو هتطلع تقولك أصل مش عارفة إيه؟ هتاخدوهم وتقولوا أصل هنعمل لهم غرامة وكفالة وتطلعوهم؟ يبقى ما تتكلموش عن فساد ولا تحاربوا فساد، هو الفساد مش على مزاجكم، الفساد مش على مزاجكم. متهيألي إن في فيديوهات كتير قوي 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 اترفعت على الإنترنت ومحدش اتكلم لما تصوروا بالموبايل، كل الناس بتصور بالموبايل زي ما هي عايزة. أنا هستنى لما يتقبض على الناس دي، وأنا شايفة إن يعني أي حد من النيابة العامة أو من وزارة الداخلية مش هيهتم بهذا البلاغ يبقى إحنا موافقين بقى. احنا موافقين، ما هو انا زي ما بقول لكم الفساد مش هيتجزأ. عيادات بتاخد البنات تخدرهم وتعمل لهم اجهاض وتصلح لهم مش عارفه ايه وتعمل ايه، غير انها بتشجع الرذيله، ده مخالف للقانون وللشرع وللدين والاخلاق وكل حاجه في الدنيا. على الاقل البنت لما تغلط تبقى عارفه انها هتغلط ومفيش حل. تاني، البنت لما تغلط تغلط وتبقى عارفه ان مفيش حل. ترجع لنا احمد الحته اللي بيقول له فيها اصل احنا البنت عدت 3 شهور فقال له خلاص يبقى مش 1500 5000 جنيه عشان البيبي دلوقتي اكبر. محتاج بس اسالك الفلوس كام عشان انا بعمل حسابي. الفلوس كام؟ انا بقول لحضرتك هي عدت 3 شهور. هي دلوقتي كده 3 شهور ممكن تبقى، ما هو 3 شهور دول يعني اصل انا عشان هو اللي هيدفع. في فرق في حاجه 1500 جنيه وفي فرق في 5000 جنيه. طب يا دكتور ما عايز اقول لحضرتك على حاجه، ممكن معلش طب بس تفهمني 5 بالظبط ما تقولش لو عدت 16 اسبوع. طب انا اقول لحضرتك على حاجه معلش، المبلغ تقريبا كام عشان انا لما اجي ابقى عامل حسابي؟ يا دكتور هو حضرتك هتستنى على الفلوس عليا؟ اكيد لا، هتقول لي انا عايز الفلوس دلوقتي، فانا عايز اعرف المبلغ، بس عايز اعرف المبلغ عشان اجهزه لحضرتك. عدد اسابيع الحمل، ما تقوليش مفيش حاجه اسمها بشهور. واضحه يعني ما تجهز 5000 جنيه مش لا هو جهزهم مني 5000 جنيه معرفش. اتحاسب الصناعه، اعمل لي صناعه وكلمني في التليفون دلوقتي. تمام ماشي، يعني انا غالبا 5 هيبقوا موجودين غالبا، ده اسوء الظروف. يا 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 سادة يا المسؤولين عن نقابة الأطباء، هيعمل سونار الأول ويشوف حجم البيبي وبعدين يقرر بكام؟ هيعمل سونار ويشوف حجم البيبي قد إيه وهيعمل سونار. الدكاترة موجودين معانا بوشهم
والناس اللي بتشتغل معاهم موجودين معانا بوشهم وهما بيتفقوا على الديلز دي جريمه ولا مش جريمه. انا شايفه بوستات كتير قوي الايام دي عن رشوه وارض ومش عارفه ايه وفساد. طب والناس اللي بتموت الناس دي والناس اللي بتبوظ مجتمعنا دي والناس اللي بتوسخ مجتمعنا دي ايه؟ عادي؟ عادي اقول لك قانون؟ لا قانون يبقى احنا بقى وحش قوي. لو احنا بنشجع ده نبقى وحشين قوي. لو احنا هنسكت على ده نبقى وحشين قوي 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 قوي. انا مسجله 5 عيادات بس ممكن اسجل لكم 35,000 عياده. بالعناوين بالاماكن بالمستشفيات بكل حاجه معايا بصوت وصوره. صوت وصوره يعني ما فيهاش قولان. هتعملوا ايه بقى؟ هتتصرفوا ازاي؟ هتقفلوا العيادات دي ولا هتسيبوها مفتوحه؟ هتاخدوا الراجل وتاخدوا منه كلمتين وتقولوا له شكرا باي باي؟ نقابه الاطباء مش هتوقفهم برضو؟ نقابه الاطباء لازم تحافظوا على سمعه الاطباء التانيين. ما تخلوش ناس زي دي تبقى تابعه لنقابتكم. نفسي مره تاخدوا موقف ايجابي. انتوا ناس محترمين. عشان خاطري تاخدوا موقف ايجابي، عشان خاطري الاقي تليفون منكم الصبح تقولوا لي مين دول؟ والاقي كده قرار بوقف فلان وفلان وفلان. لو سمحتوا انا بترجاكم ده يعني ده واجبكم، ده حقنا عليكم. ان الناس دي تقعد في البيت غير انها تتسجن طبعا. الواحد اللي بيخدر واحده صغيره عنده ويقول لها اصل انت هتبيتي في حته تانية، انت هتقعدي معانا النهارده بس احنا ما عندناش بيت، هتبيتي في حته تانية. تبيت؟ تبيت فين؟ وايه ده؟ ومين دول؟ ودول من خرجين من كل الطب دول؟ هتقولي اصله بيستر على البنت. لا 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 ما تسترش. لا ما تسترش عشان البنات تتربى. ما تسترش عشان البنات تتعلم. ما تسترش، انا بقول لك ما تسترش. ما تتكلموش عن فساد وتسيبوا فساد عشان احنا عندنا مهازل ما بنتكلمش عنها. مهازل ما بنتكلمش عنها وما ينفعش ما نتكلمش عنها. انا منتظره ان يحصل اجراء فوري من كل الجهات المعنيه وخصوصا من النائب العام، لان دي ناس محترمه وانا متاكده انها مش هتسكت على ده. يعني ولو ما حصلش انا اسفه جدا، انا هذيع التقارير دي بوش الدكاتره على الاقل عشان الناس او المجتمع يعرف هم مين، وده يبقى اكبر عقاب ليهم. ام امير السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكي. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. والله انا يعني بقول حسبي الله ونعم الوكيل، وفعلا دول ما يتسموش دكاتره، يعني دول مجرمين والله، مجرمين وتجار زي ما حضرتك قلتي. واحنا برضو لازم نحافظ على بناتنا يا ام امير. طبعا يعني الموضوع ما بقاش هزار. يعني فعلا بنشجع البنات، فعلا احنا كده بنقول اغلطي واعملي اللي انت عايزاه وفي اللي هيصلح وراكي. بالظبط. بألف باتنين بخمسه فما بقتش فارقه، ففعلا احنا لازم نحافظ على بناتنا. اغلط لما ما تلاقيش ان في حد هيصلح وراها اكيد ده هيبقى برضو عقاب ليها. ده غير ان هي بتعرض بقولك حياتها للخطر، بتعرض انها تغتصب، وبتعرض انها يعني بتتعرض لخطر رهيب. طبعا ما هي داخله المجرم، داخله الفاجر، هي دي شغلته. ينفع ده يفضل دكتور؟ لا طبعا هو يسماش دكتور، ده فعلا يسمى. واحنا لو بلد وافقت على ده نبقى صح؟ لا لو لا احنا لا كدوله طبعا. بنتكلم على التغيير وبنتكلم على التطور وبنتكلم على التقدم وبنتكلم، نسيب دول؟ لا طبعا، من اول الناس اللي لازم ينولوا فعلا اشد العقاب علشان نحس فعلا ان احنا نبقى يعني بلدنا فيها خير والبلد يصلح حالها. لازم نبدا، طيب الحاجات اللي في الخفا دي، لان اكيد مش حاجه علنيه واكيد مش كل الناس شايفاها. انا فلازم نبدا بدول. انا بشكرك جدا، احنا عايزين نقابه الاطباء بس تلحقوا من فضلكم قبل ما الناس دي تهرب، قبل ما الناس دي الاقيها الصبح على طيارات ما نلاقيهاش او تغير عناوينها او او او, أو ما نلاقيهاش، لان هم عرفوا دلوقتي. فلو سمحتوا انتوا ناس محترمه ومن فضلكم
تكلمونا عشان اقول لكم بالظبط العيادات دي فين. زي ما بقول لو ما حصلش اجراء رسمي تجاه ده والناس موافقه على اللي بيحصل ده، انا مش موافقه الحقيقه. فالناس هتطلع معانا بوشها.